اعزائي المشاهدين الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشره، معكم من عندي يعني اجواء جد عاديه يوم الاحد. هذا نقل لكم لحظه خروج زبناء الملاهي، يعني شنو توقف عندي الكرام. يعني اجواء عاديه في كورنيش عين دياب، يعني باقي الناس ما كتسمعش، باقي الناس يعني تخرج العيد بواحد اسبوع او اسبوعين عاد تبدا تتحرك هنا وتبدا عاوتاني المصائب هنا والضربات. شوفوا كما كتلاحظوا صحاب الكابراج ما كاينينش، يعني شوفوا الشارع خاوي، حتى الزبناء ما كل مسافر كاين اللي شحال حاجه. مهم اجواء جد عاديه في كورنيش عين دياب.
الكرام، كنتم معنا في كورنيش عنقير، أجواء جد عادية. إلى هنا ينتهي هذا البث، وإلى اللقاء.